يعني اليوم يحيي الفلسطينيون وربما يعني العالم العربي وربما العالم الإسلامي الذكرى 76 للنكبة، 15 من مايو من عام 48. إنما الآن حين يتابع الشباب والأجيال القادمة هذا الإحياء لهذه الذكرى يتحدثون عن 76 سنة، هل تقلقك طول هذه المدة أم تزيدك تمسكا ربما؟ يعني عمليا يعني ما يحدث الآن في العالم أجمع بعد الأحداث الصعبة التي تحدث في قطاع غزة وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، يعني نحن الآن في مرحلة يعني من كان يتوقع أن تكون فلسطين فقط في الذاكرة هي الآن في الحاضر، وهي الآن في الحاضر ليست فقط في فلسطين ولكن في العالم أجمع. يعني ما بنى عليه المحتل الإسرائيلي من أن الأجيال القادمة سوف تنسى قضية فلسطين، وأن الأجيال القادمة لن يعني تطالب بحقوق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ووطنهم، هذا الخيال أو هذا التمني زال. ونحن نعلم أنه يعني عمليا النصر قادم إن شاء الله، ونحن نعلم أن من يقف ويطالب بحقه فلا بد في مرحلة من الوقت أن يحقق هذا الحق. طيب أنت يا دكتور درغام أستاذ في القانون الدولي، طيب لماذا لم يستطع القانون الدولي أن يعيد الحق الفلسطيني؟ يعني هذا السؤال أنا بسألوني يا الطلاب في أول محاضرة في كل مساق. صحيح، هو سؤال مشروع للغاية. طبعا يعني عمليا القانون الدولي هو يعني إحدى الوسائل لتحقيق الحقوق. يعني لا يمكن لقانون أو لا يمكن لمحكمة أيا كانت، حتى لو كانت المحكمة العدل الدولية أعلى هيئة دولية في العالم، أن تحرر بلد. البلد لا تحرر أو البلدان لا تحرر من خلال أروقة المحاكم، ولكن هذه أدوات من أجل يعني ملاحقة الجاني، أدوات من أجل توثيق الجرائم، أدوات من أجل تحريك الشارع المحلي والعالمي من أجل الدفاع عن حقوقك، هذه كلها أدوات. طبعا يعني نحن نعلم أن القانون الدولي يعني بشكل أو بآخر يعني صعب التنفيذ، لأنه عمليا تنفيذ قرارات دولية منوطة بقرارات سياسية وبالأساس من مجلس الأمن الذي هو يعني عمليا مجلس طيب مسير. لم يكن الهدف من سؤالي يا دكتور درغام أن ندخل في هذه التفاصيل القانونية، كان بصراحة يعني الهدف من سؤالي هو أن نتبين ويتبين من يتابعنا أين المشكلة؟ هل المشكلة في القوانين التي اتفق العالم على تنفيذها، أم المشكلة في من ينفذ هذه القوانين، أم المشكلة في من يحمي المجرمين كما تابعنا قبل قليل العرض فيما يتعلق بجرائم الاحتلال، أين المشكلة؟ يعني نقطتين في هذا السياق. أول نقطة، نحن نعلم أن القانون الدولي بالأساس هو قانون اللي تم وضعه في المنظومة الدولية، قانون المنتصرين. نعم للمنتصرين. نعم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن في هناك عمليا يعني في عدم وجود لجسم فاعل ينفذ قرارات الشرعية الدولية في محلات أو في مواطئ الذي تلعب به السياسة دور. يعني طيب في قضية العراق والكويت يعني كان في هناك قرار دولي اللي تم تنفيذه لأنه المساحة السياسية كانت موجودة. نعم، فكل ما يتعلق الغطاء في إسرائيل، تقصد الغطاء السياسي له يعني. نعم طبعا. نعم، وكل ما يتعلق في إسرائيل بنفس الأسباب السياسية ولكن معاكسة، لا طيب. يمكن تطبيق القانون على إسرائيل لأن أمريكا تستعمل حق الفيتو في كل طيب. قرار الذي عمليا يكون يعني طيب. ضد إسرائيل. أنا الآن سأضرب مثلا في القانون مثلا جديدا يعني بعض الشيء يعني أو مثلا يعني ربما نلاحظه في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة، تقدم أكثر من جهة وأشخاص وفريق للجنائية الدولية مثلا يعني بأدلة اتهام ضد قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الحرب. نعلم أن هذه الجنائية الدولية أدانت من قبل وحققت من قبل وبرأت من قبل بالمناسبة،
وحكمت من قبل على أناس، إنما حين تم نشر الخبر فوجئنا بأن الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض يقول سأعاقب قضاة الجنائية الدولية إذا ما وجهوا اتهاماً أو حتى مذكرة توقيف بحق مسؤول إسرائيلي. بماذا نسمي هذا في القانون الدولي يا دكتور؟ يعني طلعك يعني عملياً استعمال الدول للقوة من أجل تحقيق مصالحها هذا ليس بجديد، وأن الدول بتلوح باستعمال القوة من أجل أنها عملياً تخضع محافل دولية لصالحها هذا ليس بجديد. الآن هل هذا يعني أنه لا قوة للقانون الدولي؟ لا. يعني أحد الأدلة على هذا الموضوع، كما تعلم يعني نحن كفلسطينيين يعني كسبنا قضايا جداً مهمة في القانون الدولي في قضية الجدار، ويعني القضية الآن اللي مفتوحة أمام محكمة العدل الدولية التي عملياً يعني من خلالها يمكن محاكمة إسرائيل لأول مرة على قضية الإبادة الجماعية الآن. نعم. يعني خلينا يعني اسمح لي بسؤال هنا يا دكتور درغام، انا اقاطعك كثيرا اعلم ذلك لكن يعني ارجو ان تتحملني. بمناسبه محكمه العدل الدوليه، هل لديك تصور ما لماذا لم تطلب علنا السلطه الفلسطينيه علنا من ال 143 دوله الذين صوتوا لاجلها في اخر جلسه للامم المتحده ان تنضم الى جنوب افريقيا في العدل الدوليه، فيمثل ذلك حرجا غير مسبوق على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة؟ 143 دولة ضد دولة؟ يعني هذا السؤال سياسي الصراحة خارج نطاق مجالي، ولكن يعني طيب. في آلية معينة موجودة في محكمة العدل الدولية من أجل الانضمام من قبل دول معينة التي يعني ترتئي أنه من الأفضل أن تدعم قضية معينة. طيب. يعني الانضمام هو ليس فقط يعني انضمام سياسي وتصريحي، يعني احنا عمليا كمان بدنا دول اللي تدعم القضية ايضا بالمعنى العملي. يعني كان كثير مهم مثلا انضمام مصر للقضيه، لانه نعم. عمليا مصر يعني معروفه انه عمليا لديها يعني طاقم محامين في القضاء الدولي من افضل ما يكون، وهي ايضا دوله مجاوره لاسرائيل، فكان مهم ايضا انضمام مش بس عمليا بالمعنى التصريحي. هذه جمله كذلك اريدك ان تشرحها لنا يا دكتور. حين نتحدث عن الفريق القانوني المحترف، هل يصعب على محكمه العدل الدوليه الا تقر أن مقتل أكثر من 36 ألف إنسان منهم 60% من النساء والأطفال هو إبادة جماعية؟ هل هذا أمر يحتاج إلى تحقيق؟ الجواب بالمستوى القانوني نعم. ولماذا؟ لأنه قضية الإبادة الجماعية غير مقرونة بالعدد، مقرونة بكثير مركبات اللي موجودة بالاتفاقية. بمعنى يعني مثلا بالحرب العالمية الأولى في عندك 18 مليون روسي ماتوا، لكن لم تكن حرب إبادة جماعية ضد روسيا، لأن العمل العسكري يعني من خلاله ممكن عمليا يقتلوا فيه ناس، ولكن بحاجة لإثبات عدة مركبات، ومن أصلها أو من أهمها موضوع النية. تمام؟ فلذلك مهم جدا وجود مصر. كما تذكر مثلا يعني إسرائيل ادعت أن مصر هي من تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة، فوجود مصر الآن يمكن أن يفند هذا الادعاء. فالمحكمة بحاجة إلى أدوات وبحاجة إلى معطيات وبحاجة إلى شهود ولبينات وأدلة من أجل أن تثبت هذه القضية. نحن طبعا نتعاطف كفلسطينيين أنه ما يحدث في غزة، نحن نعلم أيضا مش كفلسطينيين وأيضا كحقوقيين أن ما يحدث الآن في غزة هو إبادة جماعية. يعني أنا كحقوقي ما عندي شك بالموضوع، لكن عندما مقتل كل هذا العدد من الأطفال يا دكتور، ألا يعد جرائم حرب على أقل التقدير؟ ألا يعد إبادة جماعية هذا العدد من الأطفال؟ هذا العدد من الأطفال الرضع على الأقل، ألا يعتبر طبعاً ذلك طبعاً إبادة جماعية؟ هل نحن بحاجة إلى فريق قانوني محترف ليثبت ذلك؟ هذا هو السؤال، أو ليثبت ذلك؟ نعم. يعني كالتالي، إذا تسأل يعني درغام سيف، نعم. واضح إنه الموضوع واضح إنه فيش فيه شك. يعني طيب. إذا نحكي عن قضية إلقاء قنابل وزنها طن على أكبر يعني مئات من القنابل على أكثر منطقة مكتظة بالسكان، هذا يدل على النية من جهتي وعلى العمل. يعني إثبات التهمة بالنسبة لي وللحقوقيين أو غالبية الفقهاء في مجال القانون الدولي معروف، ولكن عندما تكون موجود في محكمة اللي أنت عمليا واجب عليك أن تسمع الطرفين، أنت بحاجة لأدلة ولمرافعات. يعني هذا لا يمكن عمليا أن نتخلى عنه. الآن الأدلة موجودة طيب. وأيضا تبث يعني بالبث المباشر. نعم. تمام؟ النوايا موجودة وأيضا تبث بالبث المباشر. لذلك يعني القضية من قضية يعني المحكمة
هي بحاجة ل يعني سماع الدفوع والطعون في هذا المجال من أجل إثبات التهمة. أنا أتخيل أنه في نهاية المطاف سوف يتم تجريم إسرائيل، يعني إذا لم تجرم إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة فمن يجرم؟ يعني القضية جدا واضحة، تمام؟ وأيضا طيب. يعني إذا المحكمة لم هل لديك شك يا دكتور درغام بأن السياسة تسللت إلى أروقة العدل الدولية؟ في أولا ما في قضاء نقي. طيب. يعني اللي بفكر أنه في عندنا قضاء حتى بالمحاكم المحلية عزيزي لا يوجد لنا، يعني لا يمكن التصور أنه في قضاء نقي من أي تأثير لا سياسي ولا اجتماعي ولا تربوي ولا حضاري، دائما في طيب. تأثيرات. الأصل أن يصل القاضي في هذه المحاكم وهي أعلى المحاكم في العالم إلى درجة من الاستقلالية أن لا يكون عليه تأثير سياسي أيا كان. ده الأمل المنشود، ده الأمل المنشود. إنما هل تستطيع طبعا. العدل الدولية أن تصدر حكما لا يرضي الولايات المتحدة بمنتهى المباشرة؟ يعني أسألك. لا، خلينا نقول كالتالي، الموضوع يعني هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، يعني عمليا إحنا مش أول مرة بنشوف إنه كان في عندنا دول عظمى كانت أمام المحاكم الدولية وتم إدانتها زي بريطانيا مثلا. ولكن اللي أنا بحب أنوه له، تفضل، أنا يعني يعني ما يحدث الآن أمام محكمة العدل الدولية هو ليس بالشيء البسيط، يعني إحنا كفلسطينيين متعطشين إنه تكون في وقف إطلاق النار وأمر ملزم والآخرين. صحيح. لكن هذا مهم، ولكن إنه المحكمة لم تقبل طعون إسرائيل برد الدعوة والاستمرار فيها هذا بحد ذاته جدا مهم. يعني إحنا نتحدث اليوم إحنا نضرب إحنا العاطفة بدأت خلينا نسرق في الأمور، ولكن ما يحدث الآن في محكمة العدل الدولية هو غير مسبوق. دولة التي كانت على مدار 75 سنة فوق القانون الآن تحاكم على جريمة الإبادة الجماعية، أبشع الجرائم في القانون الدولي، تمام؟ هذا ليس بالشيء البسيط، يعني لا يمكن أن نستهين فيه. يعني المحكمة كان لديها الشجاعة أن تبقي هذه القضية بالرغم من كل الضغوطات، ونحن نعلم أنه كانت هناك ضغوطات على المحكمة. نعم. أبقت القضية قيد البحر، والآن يعني سوف نستمر يعني بسماع شهود وادعاءات من كلا الأطراف على مدار السنين، وكل مرة راح يكون في عندنا جلسات في هذا الموضوع راح تثار الموضوع من جديد. صحيح. هذا شيء يعني بالقانون الدولي نحن عمليا يعني نحتفل فيه، لم يكن سابقا. أول كمان شغلة، نعم، لم يحدث سابقا أن تمت محاكمة أي مسؤول من الجهة الغربية أو من المجتمع الغربي. نعم. إذا قامت المحكمة الآن ب يعني فتح الملف في الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، نعم، هذا ستكون سابقة. أشكرك دكتور درغام سيف، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، كنت معنا من النصرة، شكرا جزيلا لحضرتك.